الو، ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه يا جد؟ ايه عامله انت؟ تمام الحمد لله. ليه محدش سامع صوتك كده من زمان؟ ما كلمتك. بيكلم مين الودية؟ انا سامع صوت جوا بيكلم حد. بيكلم مين؟ بابا عرف. طب لا خلاص، انا لازم اكسر عظمك النهارده، لازم اكسر عظمك اشوفك بتكلم مين. لا تاخد لك علقة ان شاء الله تحلم بيها. خلاص ماشي، بس ابعتي لي طب صورة على الفيس كده ولا على الواتس من الصورة اللي انت بعتيها لي، قصدي اتمسحت من عندي. هذه آخرة البنت والولد لما تسيبهم لوحدهم من غير مراقبة ولا حتى تشوف بيعملوا ايه. تمام، بالليل. خلاص بالليل. طيب اتصلي عليا كده وكلمه كده بعد ما بابا ينام، يعني ما كنا عايزين نخرج برضو مع بعض يعني شوية قدام. خلاص تمام ماشي. عايز حاجة يا باشا؟ يلا مع السلامة. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا ود بتكلم مين يا مين؟ لا ما بكلمش حد، انا ما بكلم واحد صاحبي يا بابا. ايه في حاجه؟ واحد صاحبك؟ مين صاحبك ده؟ لا واحد صاحبي ده، واحد صاحبي. واحد صاحبي. صاحبك بتقول لي ابعت له صوره؟ فبعت له صوره؟ لا لا لا، ايه ده، واحد صاحبي بقول له ابعت لي صورتك عشان خاطر كنت حاططها على الفيس بتاعك. وعايز تخرج معاه؟ اخلص بتكلم مين؟ دي واحدة بحبها يا بابا. واحدة بتحب حبك برص لما يسمك، ودي ابوها سايبها ليه؟ ابوها سايبها ليه اساسا؟ ما يشوفهاش ليه ابوها بس سايبها ليك انت؟ بتعمل ايه؟ بتتسلى معاها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان في يوم من الايام واحد صاحبي اتصل عليا او كلمني في رساله على الماسنجر، قال لي خلي بالك بناتنا الحلوين في كل مكان، يعني احنا مش عايزين نذكر الموضوع فين، ان هما بيتكلموا على الواتس وجروبات واتس وجروبات فيس، وبيتكلم ده وبيتكلم ده، وعايش الدور بقى. ففي واحد دخل لهم كده على اساس ان هو يعني شخصية زيهم، يعني بنت. فطبعا جاب معاهم انت من فين، انت من فين، والقصص دي. فالموضوع والخلاصة يا جماعة ان ابنك وبنتك لازم تحافظ عليه، لاني في فتره من الفترات بيكون الشاب والبنت مفيش هدف معاه، اي حد ممكن يستدرجهم للخطا، للحرام، للمعصيه، لاي حاجه خطا. بالذات البنت يا جماعه، طالما معاها تليفون وفيس وواتس وهكذا، الشيطان بيوسوس. وانا مش زي العيال يعني، وانا مش زي البنات، وانا بعمل ايه؟ ده صديقي، ده صاحبي، ده انا بتسلى وبس. معتقدات يا اخواننا الغرب يوصلونا معتقدات خطا. فلذلك ابنك وبنتك حاول تقرب منه شويه، تليفون، خطواته، بس بدون ما تتجسس وبدون ما تعمل كاميرات مراقبه شديده. لازم تكون لين هين مع حزم. فإذا يا جماعة كل واحد يحافظ على بنته، كل واحد يحافظ على ابنه، لأن البيوت مليئة بالأخطاء وكلنا أصحاب أخطاء.
لكن البنت لو اخطات او وقعت في خطا طبعا مشكله كبيره غير الولد. فرساله للاباء ورساله للامهات الفضليات اللي هي بتحن زياده عن اللزوم، فلذلك لازم تركزي شويه مع بنتك وتخليها تحت دراعك وفي حضنك انت، عشان ما تكونش في حضن واحد تاني وانت تندمي على كده. السلام عليكم.